السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الثانية من قصة سهم. في الحلقة الأولانية اتكلمنا عن البرنامج بتاعنا، احنا عايزين نعمل ايه، يعني ايه قصة سهم، يعني انك تتعلم لغة التشارت، السمارت موني بلايرز هما مين وازاي بيأثروا على الحركة السعرية، وازاي لو انت ما كانش عندك موهبة او السكيلز بتاعت قراءة التشارت مش هتقدر تعرف هما بيعملوا ايه، فبالتالي دايما هتبقى في المكان الغلط في الماركت، تكون بتبيع وهما بيشتروا منك، تكون بتشتري وهما بيبيعوا عليك. فبالتالي اللي بيشوف معانا النهاردة الفيديو لأول مرة أنصحه ان هو يرجع تاني ويشوف الحلقة الأولى من برنامج قصة سهم، واحنا بنعمل ايه بالظبط وعايزين نعمل ايه. زي ما اتكلمنا قبل كده، الغرض من البرنامج ده هو غرض تعليمي فقط. الأسهم اللي احنا هنحكي القصص بتاعتها مش هنكون بنذكر اسمها ولا بتتداول في انه سوق ولا أسعارها ولا تاريخها، احنا فقط عايزين نحكي القصة بتاعت السهم، نعلم الناس وخصوصا التريدرز والمضاربين ان هم ازاي يتعلموا لغة التشارت، ازاي يقروا لغة التشارت، ازاي يشوفوا خطوات السمارت موني بلايرز على التشارت ويقدروا يستفيدوا من المعلومات دي. لو حضراتكو او حد منكو شايف ان الفيديوهات دي ممكن تساعده في ان هو ياخد الشهادات العلمية عشان يبقى موظف زي السي ام تي، زي السي اف تي، زي الاس تي اي، الشهادات اللي هي المعترف بها عالميا، البرنامج ده مش هيساعدك انك توصل للموضوع ده. احنا بنتخصص في الدراسة الكلاسيكية للحركة السعرية، بنتخصص ان احنا بنحاول نشوف خطوات السمارت موني بلايرز، فبالتالي احنا بنخاطب اكتر المضاربين، بنخاطب اكتر الناس التريدرز اللي هم بيعتمدوا على التريدينج ان ده دخلهم الثابت. فبالتالي انك تبقى كونسيستنت وينر او انك تبقى دايما رابح مستمر في البورصة وقادر ان انت تعتمد عليها كدخل بديل او كدخل ثابت او كدخل وحيد زي ما ناس كتيرة هي شغلتها بس التريدينج، والطريقة بتاعتك انك انت بتشتغل بالتحليل الفني، فانت ما قدامكش غير طريقة واحدة فقط، ان انت تشوف السمارت موني بلايرز اللي هم منهم السبيشالست، منهم الماركت ميكرز، منهم الناس الانسايدرز، منهم الناس اللي عندها معلومات اكتر منك. هو ده يرجعنا لسؤال مهم، بس زي ما برضو بقول ان ضروري ان اللي ما شافش معانا الحلقة الاولانية يشوفها، احنا اتكلمنا بالتفاصيل احنا عايزين نعمل ايه، ولكن هو ايه الفرق بين السمارت موني بلايرز وبين الناس العادية. خلينا نكتب هنا ده السمارت موني بلايرز، ومين المقابل ليهم؟ المقابل ليهم الناس كلها اللي انا خليني اطلق عليهم الهيرد او القطيع. السمارت موني بلايرز عندهم مميزات مش موجودة عندك، اولهم ان هم ممكن يكون عندهم ملاءة مالية اكتر منك، عندهم معلومات اكتر منك، ولكن الاهم من كل ده ان هم نادرا لما بيبقوا موجودين في ويك بوزيشن، يعني نادرا لما يكونوا شاريين مثلا سهم والسهم نزل عليهم لمستويات هم ما كانوش متوقعينها، بس سايبينه على امل ان هو هيرد عشان خاطر يخرجوا من السهم زي ما دخلوا فيه بنفس الاسعار. ده بيسموه الويك بوزيشن، هما نادرا لما بيكون عندهم او يكونوا موجودين في ويك بوزيشن، لكن الهيرت غالبا دايما بيبقى عندهم الويك بوزيشنز. يعني ايه؟ يعني عندهم مركز ضعيف في السوق، يا اما يكون المركز ده والله انت اشتريت ولقيت السهم طلع شوية، ما بعتش، رجع نزل تاني تحت السعر بتاع الشراء بتاعك، ولكن انت لسه مقتنع ان هو جيد، كمل نزول، انت لسه مقتنع ان هو جيد لغاية ما توصل لمرحلة بتدعي ان هو بس يطلع للسعر اللي انت اشتريت من عليه عشان خاطر تخرج ايفن من السهم ده. انت تعتبر اسمك في ويك بوزيشن، وهم بيقدروا يستغلوا ده كويس قوي، وبيبقوا عارفين فين الستوب لوس موجودة في الاسهم، عارفين الناس بتخاف امتى وبتقلق امتى. وده الميزة المهمة من وجهة نظري للسمارت موني بلايرز، ان هم بيقدروا يلعبوا على نفسية الناس بشكل كويس. نفسية الناس ببساطة نقدر نقسمها لحاجتين، اول حاجة الخوف. الخوف انك انت مثلا معاك بوزيشن شاريه مثلا، والله خلينا نقول ب 10 $10،
ومتوقع ان هو هيروح لغاية 11 دولار، وصل لغاية 10.5، انت لسه منتظر التارجت بتاعك، نزل تاني لغاية 10، نزل لغاية 9، انت في امل ان هو هيطلع تاني، ولكن نزل لغاية 7، نزل لغاية 6، فابتديت تتحول من مجرد ان هو امل ان بتستنى السهم يطلع تاني للمستوى بتاعك، انك انت بقيت خايف لاحسن يعني الخسارة تزيد، فبالتالي بتتحول الخوف ده لبانيك سيلينج، فبتبيع بـ 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 بشكل فيه ذعر بيعي عشان تخرج بسرعة، وفي الوقت ده هو بيستغل الموضوع ده وبيرجع يشتري منك. الحاجة التانية ان انت شايف الاسهم عمالة تطلع بشكل مستمر، وكل مرة بتخاف تخش لحسن تكون هي دي النهاية، لكن بيستفزك السهم وبيفضل يطلع لغاية ما بتخش في مرحلة ما في الحركة السعرية وبتقول خلاص انا هخش هنا، لكن في الوقت ده انت خلاص انت السهم استفزك وخايف من بيسموها الميسنج اوت، خايف ان انت تفوت الفرصة انك انت تكون موجود في هذا الترند، ولكن في الواقع او في 80 90% من الحالات انت بتخش في الوقت الغلط، في الوقت اللي فيه السمارت موني بلايرز بيبتدي يعمل ديستريبيوشن عليك ويصرف الاسهم اللي هو اشتراها منك تحت لما خفت في البانيك سيلينج، بيبقى حالك فوق هنا. دي يعني مش بتحصل في سوق او اتنين، دي بتحصل في جميع الاسواق، عشان جميع الاسواق فيها سمارت ماني بلايرز، جميع الاسواق فيها ناس بروفيشنالز بتقدر انها تستفيد من المشاعر السلبيه الموجوده عند اغلب الناس اللي هم بنسميهم القطيع، ان هم يقدروا يستفيدوا ودايما ما عندهمش ويك بوزيشن، فبالتالي هم في مركز افضل في جميع الاوقات. احنا بس عشان يعني اللي معانا لغايه دلوقتي احنا داخلين على الدقيقه السابعه، احنا هنبتدي نتكلم النهارده على اول قصه سهم، بس كان ضروري ان انا اعمل المقدمه دي. خلينا نتكلم على شويه مبادئ، وانا مقرر في الفيديوهات دي ان احنا مش عايزين نخلي الفيديوهات ان احنا نقعد نتكلم على المبادئ بشكل عام، لا احنا عايزين نجيب سهم ونحكي القصة بتاعته ونشوف ازاي ان احنا بنترجم اللغة بتاعة السهم، والسهم التشارت عبارة عن شوية بارات هنا فيها اوبن فيها كلوز وعندك شوية فوليوم، لكن في الواقع دي طلاسم، الطلاسم دي محتاجة انها تترجم للغة قصة تتحكى تتفهم منها، تقدر تعرف ايه اللي بيعملوا السمارت ماني دلوقتي، اللي عملوه قبل كده، وايه اللي متوقع ان هم يعملوه في المستقبل. خلينا نتكلم على حاجة قبل ما نخش على أول قصة عندنا لأول سهم في الحلقة التانية، نتكلم على مبدئين خلينا حاطينهم دايما في دماغنا، إن دايما لما بيجي السمارت ماني بلايرز يشتروا، هما مش بيشتروا في الغالب والسوق طالع، دايما بيشتروا في النزول العنيف، دايما بيشتروا في حاجة بنسميها الوايد سبريد داون بارز، يعني لما تلاقي السهم نازل بالشكل ده وبعدين يبقى عندك وايد سبريد داون بار، يعني الوايد سبريد جاي من التريدنج رينج، التريدنج رينج بين الهاي واللو بيبقى كبير، والبارة دي فيها احجام تداول كبيرة جدا، ففي الغالب دي دايما بتخوف الناس، بيشوفوا احجام تداول بيشوفوا نزول عنيف، ولكن في الواقع احجام التداول الكبيرة دي لناس اللي هم الهيرد اللي خافوا من النزول وقرروا ان هم يخرجوا باي سعر، وعلى الجانب الاخر في سمارت ماني بلايرز شاف ان الـ السهم دلوقتي جيد جدا ان هو يبتدي يعمل عليه عمليات تجميع لاي سبب من الاسباب، ممكن السهم اصلا ما يكونش يسوى حاجه، او ممكن يكون يسوى القيمه العادله بتاعته اقل من كده بكتير، ولكن هو قرر ان السهم دلوقتي يقدر ان هو ياخد الاسهم من الويك هاند تريدرز ويبتدي يجمع عليه عشان يحول الانخفاض ده الى مارك اب فيز او ارتفاع سعري يبتدي يتصرف تاني فوق. فبالتالي اول حاجه المفروض ان انت تركز فيها ان انت مش كل لما تلاقي وايد سبريد داون بار سلبيه باحجام تداول كبيره تقول والله ده السهم سلبي، والعكس انك انت لازم تبقى عارف ان السمارت ماني بلايرز مش ابدا بيبيعوا والسوق نازل، ولكن دايما بيبيعوا والسوق طالع، وده شيء منطقي، يعني حد راجل جمع من تحت اكيد هيبيع والسوق طالع، فلما تلاقي السوق طالع بالشكل ده وتلاقي عندك بقى وايد سبريد ابار، بالعكس بقى وايد سبريد ابار بالشكل ده والفوليوم فيها كبير جدا، تعرف مش شرط ان انت تبقى سلبي ولا تخش تبيع السهم، هنتكلم بعد كده ازاي بنفكر، ازاي كل بارة بتظهر لنا، ازاي بتكمل لنا القصة، ازاي بتوضح لنا القصة، كأنه بازل، انت قطعة بتجيلك بتحطها في الشكل، فالشكل بيوضح، فبتنتظر القطعة اللي بعدها عشان الشكل يوضح لك اكتر وتعرف تاخد قرار
اكتر، او تقدر الصوره توضح لك بشكل اوضح. فبالتالي لما تشوف بره بالشكل ده ما تنفعش تتحول انك تبقى ايجابي، لا، انت دلوقتي لو قادرين نقول انك تعمل حاجه فانك لازم تبقى في بعض الحذر لما تشوف بره بالشكل ده، ما ينفعش تبقى ايجابي عشان تبقى انت حاطط في دماغك ان دايما السمارت ماني بلايرز لما بيبيعوا في براد بالشكل ده. الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها قبل ما نبتدي نتكلم على قصة أول سهم هي السبلاي تيست. يعني إيه السبلاي تيست؟ يعني لما يكون عندك اتجاه هابط بالشكل ده وبعدين حصلت عمليات تجميع كبيرة، عرفنا إنها بتتم بأحجام تداول كبيرة، معنى كده إن السمارت ماني بلايرز ابتدوا يمتصوا وابتدوا يجمعوا الأسهم من الويك هاند تريدرز، و ابتدى السهم يطلع شوية، ولكن هم ما يقدروش ياخدوا السهم ويطلعوه للتارجتات بتاعتهم وهم مش متأكدين إذا كانوا قدروا إن هم يمتصوا كل البيع الموجود ولا لأ. فعشان يقدروا يتأكدوا إذا كنا إحنا ما بقاش في بياع هيقابلنا ويعطل طريقنا وإحنا طالعين بالسهم فوق للمستهدف بتاعنا، لازم نعمل حاجة اسمها سبلاي تيست. السبلاي تيست ده إن أنت بعد ما بتحصل عملية التجميع بتقعد فترة وبعدين بترجع تاني تختبر نفس المنطقة دي، ولكن لو أنت كنت شفت قبل كده أحجام تداول كبيرة ورجعت هنا أحجام التداول بقت قليلة بشكل كبير، تعرف إن ما بقاش في سبلاي موجود في السهم عشان هم لموا تقريبا أغلب الفلوتنج سبلاي والسهم بقى جاهز إن هو يطلع دلوقتي، وهيعوقوا او هيعيقوا مقاومة بسيطة جدا عشان هم لموا اغلب الناس او اغلب السبلاي اللي كان ممكن يتحول الى مقاومة كبيرة هنا. دي حاجات يعني مهم تعرفها وهنكررها في فيديوهاتنا كتير، عشان احنا بعد كده هنتكلم على طول هنخش في قصة الـ السهم من غير ما نعمل المقدمة دي. اخر حاجة عايز اقولها، انت تعرف منين ان موجود دلوقتي في سمارت ماني بلايرز اكتيفيتي موجودة في السوق؟ من احجام التداول. السمارت ماني بلايرز زي ما اتكلمت في الاول هم عندهم ملاءة مالية كبيرة، فبالتالي لما بيخشوا في سهم بيخشوا بكميات كبيرة، فبالتالي بتقدر تشوف احجام التداول. واحجام التداول زي ما اتكلمنا قبل كده كل حجم تداول وليه معنى، حجم التداول البسيط او اللو فوليوم ليه معنى، حجم التداول المتوسط ليه معنى، حجم التداول العالي ليه معنى، وحجم التداول العالي جدا اللي بنسميه الالترا هيفي فوليوم ليه معنى. بنقارنه بايه؟ بنقارنه بالحركة السعرية او بالتحديد بالسبريد. هل السبريد كبير؟ هل السبريد صغير؟ هل السبريد كبير قوي؟ طبعا السبريد زي الفوليوم هو ريليتيف يعني نسبي. وكمان بنقارن الفوليوم بالسبريد بالكلوز، الكلوز مكانه فين؟ هل موجود فوق في الهاي؟ هل موجود في منتصف الرينج؟ هل موجود في تحت خالص على اللو؟ ده كله بناخده في حسباننا واحنا بنقارن السبريد بالكلوز بالفوليوم، ونبقى عارفين السمارت ماني بلايرز موجودين بشكل كبير امتى؟ لما تظهر احجام تداول كبيره، وفي نفس الوقت برضو احجام التداول لما تبقى مش موجوده خالص بنعرف ان السمارت ماني مش موجودين. ودي معلومه مهمه او في ذات اهميه ان هم موجودين، معنى ان السمارت ماني مش موجودين يا اما عشان هم مش مقتنعين بالحركه السعريه، يعني لو انت نازل وعندك احجام تداول قليله فانت مش مقتنع بده، او وده شيء ايجابي ان انت ما دام ما فيش سبلاي فمعنى كده ان في طلوع، او ان انت اوريدي خلاص صرفت كل كميتك فمش همك خالص السهم دلوقتي، ما بقاش فيه اهتمام بالحركه السعريه دلوقتي، فاسمك سحبت الانترست من السهم عشان كده احجام التداول بقت قليله. ومش ده مش شيء ايجابي بقى، ده ممكن تكمل عادي بشكل سلبي ما دام ما بقاش فيه الناس اللي بتحرك الاسهم ما بقتش موجوده في السهم دلوقتي. هنروح بقى لأول قصة لينا، آسف إن أنا طولت في الأول بس كان ضروري إن أنا أعمل المقدمة دي. دي زي ما احنا اتكلمنا، احنا مش عارفين ده سهم ايه، مش عارفين ان هو بيتداول في انهي سوق، عندنا حركه سعريه، عندنا فوليوم، زي ما قلنا احنا هنهتم اكتر بالكلوز. يعني احنا عندنا الباره مثلا شكلها عامل كده، التيك اللي على اليمين دي الكلوزنج برايس، اللي على الشمال دي الاوبننج برايس. الاوبننج برايس مش مهم بالنسبه لنا خالص، حتى لو هو موجود هنا في الشارت احنا مش هنحلله، احنا بنهمنا بس مكان الكلوز فين في البار. زي ما قلنا مش احنا ده مش فيديو توصيات ولا بنشرح ولا بندي توصيات لحد، ده فيديو تعليمي. وبعد كده هيبقى كل اسبوع عندنا قصة لسهم هنحكيها مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط في السهم ده، فين السمارت ماني بيعملوا ايه، عشان نقدر بعد كده انت بقى ك ك ك كتريدر كمضارب لما تشوف هذا النمط ما تغلطش نفس الغلطة اللي كنت بتغلطها قبل كده. ما تبيعش وحد بيشتري منك، ما تشتريش وحد بيبيع عليك، واقصد الحد ده اللي هم السمارت ماني بلايرز. ده سهم
هو التاريخ وراء مش واضح، بس انا قادر اقولك ان هو كان في اتجاه هابط طويل الاجل، يعني انت عمال تنزل فقط، شايفين احجام التداول، احجام التداول المتوسطة الى منخفضة، وبعدين ابتديت من هنا تتحرك شوية بشكل عرضي وتنزل نزلة كبيرة، تتحرك شوية بشكل عرضي وتنزل نزلة كبيرة. احجام التداول ابتدت تزيد من فين؟ من هنا. هنا كان عندك محاولة للارتفاع، انت لسه في اتجاه هابط، مفيش اي حاجة، محاولة للارتفاع، ولكن في نهاية الجلسة اغلقت على اللو بتاع الجلسة، احجام تداول كبيرة، فانت لسه عندك بيع، مفيش اي حاجة شفتها من هنا ايجابية، انت طلعت باحجام تداول كبيرة بيسموها سبلاي هيت ذا ماركت، مادام اغلقت على اللو وبعدين اتأكدت في الجلسة اللي بعديها ان انت في او اللي انت شفته هنا ده كان بيع ما كانش شراء. وبعدين تعالوا بصوا على الثلاث بارات دول، خلينا اوضحهم اكتر، احنا مهم جدا احنا هنبتدي بارة بارة نتكلم عليها ونحكي القصة بتاعتها. عندنا هنا من اول هنا ابتدى احجام التداول، اول بارة هنا فيها بعض البيع ولكن السبريد بتاعها قليل والفوليوم بتاعها قليل، فمعنى كده البيع شوية قليل، وبعدين البيع ابتدى يزيد شوية، السبريد ابتدى يزيد شوية والفوليوم ابتدى يزيد شوية، وبعدين في البار نمبر 0 هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان السبريد زاد اكتر والفوليوم زاد اكتر، فبالتالي البيع واضح ان هو بيزيد اكتر. لغاية هنا قادر تشوف ان السهم موجود في بيع، الفوليوم بيزيد مع النزول، ولكن نفتكر دايما اللي احنا قلناه من شوية، السهم اوريدي نازل في اتجاه هابط بقاله فترة طويلة، ايه اللي يخلي السهم دلوقتي احجام التداول فيه تزيد بالشكل التدريجي ده وانت بتنزل؟ وخلي بالكم النازلة مختلفة، النازلة شوية فيها شكل حاد، يعني هنا لو احنا جينا بنشوف هنلاقي النزلات، انت بتعمل كلوز اقل من كلوز لكن النزلات مختلفة، لكن هنا النازلة فيها شوية بشكل حاد وبتزيد بشكل تدريجي، فمعنى كده والسبريدز كانت صغيرة وبتكبر شوية شوية شوية، فما تقدرش هنا تقول والله ايه الاتجاه اتعكس، والاوريدي الاتجاه اتعكس بشكل كبير، فانت السهم ده بتحطه عندك في الواتش ليست وبتشوف احجام التداول اللي بتزيد دي بيزيد ليه؟ هل السمارت ماني بلايرز اللي احنا كنا عارفين من شويه ان هم لما بيشتروا في بارات شبه البارات دي، اشتروا ولا ما اشتروش ولا هيعملوا ايه؟ ومهم جدا ان التشارت عشان بس نبقى عارفين مش كل البارات بتبقى واضحه المعنى بتاعها او اللغه بتاعتها، فعشان كده انت باره بتاخد منها نص معلومه، النص التاني انت مش متاكد منه، لكن بتتاكد في الباره اللي بعديها على طول، وزي ما اتاكدت هنا في الباره رقم واحد، الباره دي باره كلاسيكيه بتتكرر في تشارتات كتيره، اسمها ايه؟ اسمها شيك اوت بار. شيك اوت بار يعني ايه؟ يعني السمارت ماني بلايرز حاولوا في البارة دي ان هو يشيك اوت الويك تريدرز، يخرجهم بره السوق، احجام التداول كبيرة قوي، فمعنى كده ان في ناس كتيرة جدا باعت وفي ناس كتيرة جدا اشترت. ايه اللي حصل في بداية الجلسة؟ شفنا انخفاض عنيف جدا 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 واحجام التداول فيه زادت، الكلام ده كله جه بعد الانخفاض اللي حاصل هنا، وبعد كده رجع تاني السهم، مش بس بقى رجع لسعر الافتتاح بتاعه ولكن رجع تاني اغلق على تقريبا الهاي او قرب الهاي بتاع الجلسة، فالاغلاق ايجابي، وبعد ما انت وصلت لنيو لو، ده كان ده نيو لو تقريبا لاكتر من سنتين ثلاثة، واحجام تداول هي الاكبر من سنتين ثلاثة، احجام تداول كبيرة بالشكل ده، فاحنا متأكدين ان اليوم ده كان فيه سمارت ماني اكتيفيتي موجودة، السمارت ماني بلايرز كانوا بيعملوا حاجة. طب السمارت ماني بلايرز فكرة كانوا بيعملوا ايه؟ لما تشوف شكل بارة عاملة بالشكل ده، هل كانوا بيبيعوا؟ لو السمارت ماني بلايرز كانوا بيبيعوا عمرك ما تشوف بارة كبيرة بالشكل ده والاغلاق بتاعها هيكون على الهاي بعد الارتفاع الكبير ده. طب مين اللي ممكن يكون باع؟ طبعا دول ناس كتيرة جدا عشان احجام التداول هنا تعتبر احجام تداول الترا هيفي فوليومز، مين اللي كان باع؟ اللي هو موجود في السهم في الاتجاه الهابط ده ومش وكل مرة بيأمل ان في طلعة، مجرد ما تجيله طلعة زي الطلعة دي يحاول ان هو يخفف في المراكز بتاعته ولكن يرجع بعد كده يلاقي السهم بيكمل انخفاض، فبالتالي اللي باع هنا هو اللي كان هم الهيرد، هم القطيع، هم الناس اللي ابتدى الخوف من استمرار الانخفاض يوصلهم لمراحل البانيك سيلينج او ذروة البيع، فباعوا، فلما باعوا
او هم عفوا مش بس باعوا، هم ادفعوا ان هم يبيعوا السهم. حد كان قاصد ان هو ينزله لدرجه ان هو يخوفهم، عشان كده بيسموها شيك اوت بار، انك تهز ثقه الويك هاند تريدرز، تخليهم يخرجوا بره البوزيشن، عشان مين اللي بعد كده ياخد البوزيشن ده؟ عشان السمارت ماني بلايرز تبتدي تجمع في السهم هنا، وزي ما احنا شايفين في البره دي بترجع تاني تغلق على الهاي باحجام تداول كبيره. فبالتالي انت هنا لو تقدر تطلع بمعلومة واحدة من البارة رقم واحد اللي هتطلع بيه، المعلومة واحدة ايه؟ ان في هذا اليوم في هذه البارة تم تبادل الاسهم بين الويك هاند تريدرز، باعوا في ذروة بيع، للسمارت ماني بلايرز اللي هو ابتدى يجمع. طيب البارة اللي بعديها فيها نزول، ولكن زي ما نبص هنا بقى ايه، احجام التداول رجعت تاني تنخفض. فمعنى كده طبعا مش بس احجام الدوري رجعت تنخفض، كمان الباره ذات نفسها السبريد بتاعها ضعيف، فمعنى كده ان ما كانش فيها بيع. لو كان في بيع كنا شفنا سبريد قوي، زي ما هنا شفنا شراء شفنا السبريد عامل ازاي. مهم جدا بقى دلوقتي نشوف ايه اللي ممكن يحصل. حاجتين ممكن يحصلوا، يا اما بعد ما حصل التجميع الكبير للاسهم في الباره دي نشوف استمرار للارتفاع وانعكاس كبير للارتفاع، او ان احنا نشوف اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، الاختبار للسبلاي او السبلاي تيست. انت هنا جمعت اسهم، او السمارت ماني بلايرز جمعوا اسهم من الناس، ولكن هل انت متاكد لما تبتدي تمسك السهم وتطلع بيه من هنا مش هتقابلك مقاومه من ناس لسه محبوسه في الحركه السعريه قبل كده؟ احنا بقى لنا فتره في اتجاه هابط، فتبتدي الناس دي تحاول انها تستغل الطلعه فتبيع، فانت هتبقى مضطر عشان تحافظ على اتجاه السهم انك تابزورب او تمتص البيع ده، فمش هتقدر تمتص مع كل طلعه. يعني كل طلعه تخيل انت هيبقى عليك سبلاي، عايز مقاومه، عايز تطلع السهم، فلازم تمتص المقاومه دي فتشتري كل الاسهم المعروضه، تروح لليفل تاني هتلاقي لسه بياع مستنيك عشان خاطر عايز يخرج بره السهم اللي هو قاعد محبوس فيه بقاله اكتر من سنه سنتين، فانت هتضطر عشان تحافظ على الاتجاه انك تشتري منه الكميه دي. ولكن عشان تتاكد ان انت هيبقى عندك مقاومه بسيطه في الاتجاه الصاعد اللي انت اصلا بتامل ليه، انت ما كنتش تجمع هنا غير لو انت عايز تعكس الاتجاه، هتعمل حاجه اسمها سبلاي تيست، انك انت بنفسك تبيع تاني من اسهمك اللي انت اشتريتها، وتحاول تشوف بقى عند الاماكن اللي انت قبل كده شفت فيها بيع كبير، بيع منين؟ من الويك هاند تريدرز، من الناس اللي هم خافوا باعوا، وكنت عارف ان بيع كبير بحكم ان الفوليوم كان كبير. لو انت نزلت بنفسك السهم لنفس المناطق اللي كان فيها احجام تداول كبيره، ولقيت ان ما بقاش عندك في احجام تداول، ابتدت احجام التداول تقل 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 تقل، معنى كده ايه؟ معنى كده ان في نفس البرايس ليفل اللي كان فيه احجام تداول كبيره ما بقاش فيه احجام تداول كبيره، او ما بقاش فيه بياع، او ان السهم جاهز جدا دلوقتي انك تاخده لفوق. ده اللي بيسموه السبلاي تيست. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين، احنا عندنا بس البار رقم 2 قالت لنا والله ان بعد الشيك اوت بار والتجميع اللي حصل عندك البيع ابتدى يقل شويه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل بقى في السهم؟ السهم استمر في النزول بعد البار رقم 2، استمر النزول لبارتين كمان. شايفين السبريد بتاع البارات كبير، يدل على ان كان في بيع بيحصل، ولكن بصوا على الفوليوم بيقول لا ما كانش فيه بيع، الفوليوم كان قليل بشكل كبير، وده اللي خلى السمارت ماني بلايرز يحاولوا تاني يعملوا حاجه اسمها ري اكيوميليشن، يجمعوا تاني الاسهم من الناس. هنا اخدوا السهم طلعوا بيه طلعه قويه، احجام تداول كانت كبيره، ولكن هم لسه ما كملوش الكميه بتاعتهم، فبالتالي كان في بيع في نهايه الجلسه، ولكن انت اغلقت على ارتفاع باحجام تداول نفس احجام التداول الكبيره دي. هنا انت كنت ممكن تقف في حيره شويه، انت ما كنتش تتوقع انك تشوف تاني احجام تداول كبيره زي اللي شفتها قبل كده، ولكن زي ما احنا بنقول انك تقرا لغه التشارت، انت بتقرا بار باي بار، لو انت بار مش فاهمها فانت هتبص على التانية عشان تفهمها اكتر، عشان تقدر في الاخر تكون صوره كامله، وتقدر في الاخر تكمل البازل اللي انت بتحاول تكمله. فاحنا دي شفنا فيها بعض الشراء، ولكن شفنا في الاخر بعض البيع، عشان انت قفلت على اللو، انت الاغلاق بتاعك اللي هو هنا التيك دي ده الاغلاق كان قرب اللو باحجام تداول كبيره. طب ازاي احجام التداول الكبيره دي وتغلق على اللو؟ فمعنى كده ان لسه في سبلاي موجود، لسه في بياع موجود، فكنت لازم تتست تاني البياع ده بعد ما انت جمعت منه مره
وجمعت منه التانية لازم تعمل له اختبار تاني. فده جه في البارة رقم 2. رقم 2 انت نزلت تاني ولكن السبريد ابتدى يقل، فوليوم ابتدى يقل، ما عندكش بياع. البارة رقم 3 لخبطتك اكتر، انت ابتديت تطلع ولكن ما عندكش فوليوم خالص في الطلوع، فانت واقف، انت مش قادر تقرر دلوقتي اذا كنت اشتري ولا ابيع. طب امتى بقى الشراء ظهر او امتى اشارة الشراء ظهر؟ ظهرت في البارة رقم 4. لو احنا كل ده بنقرأ لغة التشارت عرفنا السمارت ماني بيعمل ايه، فرقم 4 احنا اتأكدنا ان اللي احنا شفناه قبل كده كان تجميع من ناس خافت وبتبيع الاسهم بتاعتها باي سعر عشان يخرجوا من السهم. ايه اللي حصل في البارة رقم 4 او ايه المختلف فيها؟ البارة رقم 4 اللي هي البارة دي رقم 1 دي اول بارة ايجابية بالسبريد بتاعها بالشكل ده بعد الشيك اوت بار، دي اول بارة ايجابية. رقم 2 انت اغلقت اعلى الهاي بتاع البارة اللي كنا شاكين ان هي فيها لسه سبلاي، فمعنى كده ان انت تم احتواء جميع السبلاي، ما بقاش عندك سبلاي تحت. رقم 3 احجام التداول هي في المتوسط ولكن هي اعلى من احجام التداول في اخر بارتين اللي كان فيهم اختبار للسبلاي، فبالتالي البارة دي ايجابية بجميع الاشكال. لو انت بقى تريدر وبتتابع وعايز تشتري، انت عند البارة رقم 4 ده الشراء بتاعك المظبوط بعد ما تكون فهمت بره بره وتأكدت ان اللي بيحصل ده تجميع من السمارت ماني بلايرز. طيب نتأكد ان احنا وجهة نظرنا صح. نتأكد البارة اللي بعديها السبريد بتاعها ايجابي، الفوليوم بتاعها ايجابي، اغلقت على الهاي، اصبح المشتري متحكم في الحركة السعرية. البارة رقم اللي بعديها على طول هنا السبريد بتاعها ايجابي، الفوليوم بتاعها في المتوسط ايجابي مش فوليوم قليل، واغلقت قرب الهاي، انت في اتجاه رائع جدا. خلي بالك انا كان يهمني اشوف فوليوم بالشكل ده، انا ما كنتش عايز اشوف هنا فوليوم شبه الفوليوم اللي شفته هنا. ليه؟ عشان لو شفت فوليوم هنا كبير ده هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان لسه في سبلاي، او هيقول لي ان والله السمارت ماني ابتدى يبيع الاسهم بتاعته. ليه؟ عشان احنا عارفين ان لما بتظهر احجام تداول كبيره بالشكل ده يبقى اكيد في سمارت ماني اكتيفيتي موجوده، ابتدوا يبقى في يحصل انتر اكشن بين السمارت ماني بلايرز وبين الهيرد. لو احجام تداول بالشكل ده الكبيره دي شفتها هنا، لا هبتدي اراقب اكتر، هبتدي اتوجس من اللي بيحصل، هبتدي اراقب البارة اللي بعديها واللي بعديها. ولكن لغايه دلوقتي كل اللي بيحصل ده ايجابي جدا، بيأكد لي اللي انا شفته قبل كده كان مظبوط. الاسهم السهم بيطلع، السبريد بتاع البار ايجابي، بيغلق على الهاي، احجام تداول ايجابيه. بس عشان تتاكد اكتر ان الاتجاه ايجابي انت محتاج تشوف داون بار. يعني ايه داون بار؟ يعني باره الكلوز بتاعها يكون اقل من الكلوز بتاع الباره اللي قبليها، وهي جات لنا في رقم 5. بصوا بقى رقم 5، رقم 5 السبريد فيري نارو، محدود للغايه. الكلوز بعد ما نزلت هنا الكلوز جه في منتصف الرينج، وبصوا الفوليوم مفيش بيع، مفيش حد بيبيع، هم لموا كل السبلاي هنا. فلو احنا قلنا ان احنا عندنا اول اشاره شراء كانت عندها تبقى الباره رقم 4، فتاني اشاره شراء عند الباره رقم 5. احنا كده بنتداول فين؟ احنا كده، خلينا بقى عشان اوضح دي مهمه جدا، احنا كده بنتداول فين؟ ده سؤال مهم. احنا بنتداول اعلى منطقه الاكيوميليشن. لو احنا قلنا ان هنا الاكيوميليشن احنا بنتداول اعلى المنطقه، انت كده بتشتري وعندك في الباك جراوند ساين اوف سترينث، يعني عندك اشارات ايجابيه كتيره. اتجاه بالشكل ده باحجام تداول بالشكل دي بتجميع بالشكل ده بذروه بيع من البانيك تريدرز بتجميع من السمارت ماني بلايرز، ده يخلي الاتجاه يتعكس بشكل حقيقي. يبقى انت شفت فرصة جيدة للسهم ان انت تفضل موجود في الاتجاه. يعني ايه؟ يعني تشتري مع اي انخفاض بسيط وتبيع مع احجام تداول كبيرة بتظهر لك فوق، ترجع تشتري تاني وترجع تبيع، ولكن انت متأكد ان انت موجود في اتجاه اللي موجود فيه مين؟ السمارت ماني بلايرز، او هم في الواقع اللي خلقوه بتجميعهم اللي عملوه هنا. امتى هتعرف ان هم بيصرفوا؟ لما تشوف احجام تداول كبيره جدا بتظهر هنا وباره ايجابيه، لما تلاقي الناس كلها بتقول لك انت السهم ده مكمل ومش هيقف خالص، السهم ده رايح لمستويات عمره ما شافها قبل كده، وتلاقي ان احجام التداول ابتدت تزيد، تعرف ان احجام التداول الكبيره دي لناس فاتها الفرصه وعايزه تخش في اخر لحظه، والسمارت ماني بلايرز اللي جمعوا هنا ابتدوا يصرفوا، ومن هنا هتشوف الانعكاس في الاتجاه.
يا رب تكونوا استفدتوا. دي الحلقة التانية من برنامج قصة سهم. الحلقة اللي جاية هنتكلم على سهم تاني، هنحكي قصة تانية. كان معاكم رامي رشاد، بشكر شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.